السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب بتكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا انا فرحانة النهاردة جدا 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 عشان ده اول يوم اول يوم شغل. بس للأسف 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 حصلت حاجات مش حلوة خالص بصراحة، يعني حصلت حاجات غصب عني ويعني ما كنتش متوقعها، بس ربنا يستر بقى والمدام ما تزعلش. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. وحشيني يا حلوين يا امارات يا شربطات، بجد بجد بتوحشوني جدا جدا جدا. ربنا يا رب يكرمكم ويساعدكم ويستركم في الدنيا والاخره. واقول لكم النهارده على اول يوم شغل وايه الروتين اللي انا عملته، وهقول لكم ايه الحاجات اللي كنتش متوقعه انها تحصل وللاسف حصلت وما كانش على البال ولا على الخاطر، وبجد خايفه المدام تزعل، بس ربنا يستر ربنا بقى يجيب العواقب سليمه. طبعا انا عملت ايه، طلعت البلكونه المطبخ بنفض الكراسي وباخدها ادخلها جوه في المطبخ. ليه يا نصر بتدخليها في المطبخ؟ بدخلها في المطبخ عشان بدل ما احطها عند الجنينه في المكان اللي فيه طين، الرجلين بتشيل طين وبرجع اضطر ان انا امسح في الاخر، فقلت انفضهم وانضف الشلت بتاعتهم واحطهم على الترابيزه، والباقي من الكراسي ادخلها جوه في المطبخ عشان الطين وكده. وانضف بقى تنظيف البلكونه، حلوه بقى لها كتير ما اتنضفتش. وايه تاني يا نصرة، وايه تاني وايه تاني؟ والمطبخ طبعا هخش هنضفه، هصبن الخشب بتاع المطبخ كله هصبنه، و الاسطح بتاعه المطبخ هصبنها، والدرف الخارجيه البيضه هصبنها، ونمسح المطبخ مع بعض. وعندنا حكايه هناخد فيها رايكم وتقولوا لي انا رايي صح ولا غلط. وهنا بتاخر الترابيزة عشان بحس ان انا ايه، لو شغلت مية ايه اللي يحصل، لو شغلت مية اللهم صلي وسلم عليك يا سيدنا. شايفين اول حاجة حصلت ايه؟ يعني لا على البال ولا على الخاطر. طبعا قلت هفصل الفيديو، بعدين قلت هفصله، ما انا بدأت يعني هقطع بقى واشيل واعمل، قلت لا يا بنت ايه، خلاص اشتغلي كده زي ما تشتغلي اشتغلي وخلاص. اصل انا لو فصلت الفيديو هعمل ايه؟ هصلح البتاع، اتكسرت قدر الله ما شاء فعل يعني، الحمد لله. المهم، وفي حاجه تانية وحشه برضو مش حلوه حصلت. المهم، بس قبل كل حاجه، قبل ما نتكلم ونقول ايه اللي حصل واللي ما حصلش، حبايب نصر قلب نصر فتفيت السكر بتوع نصر، تعملوا للفيديو لايك. الناس اللي بتحبني ودايما بتشاهد الفيديوهات بتاعتي ودايما هم معايا يعملوا للفيديو لايك ويشاهدوا جزء من الفيديو. وهنا كمان شفتوا المرار اللي حصل، جيت امسك الخرطوم عشان اشغله، البتاع اللي ماسكه الخرطوم اتكسرت. احاول طبعا ان انا الصم الخرطوم، اوعى يا عمرو، ولا نفع اي حاجه. طب هسكت يعني؟ هسكت. طب اعمل ايه؟ اقول لك، قلت طب يا بنت افتحي ولمي الدنيا، قلت لا والله برضو لا اعمل اللي انا عايز اعمله. بقيت املي ميه حبايب قلبي بالجردل واشيل واكب في الارض والم الميه بالمساحه وانضف الارض من التراب. وبصوا يا جماعه، ما فيش حاجه توقفكم، ادام نويتوا ان انتوا تشتغلوا وفي حاجه باظت منكم عادي اشتغلوا، تجيبوا جردل تملوه ميه وتكبوا ميه كده، ربنا يدينا الصحه ونشتغل والحمد لله. بس ان شاء الله يا رب المدام ما تزعلش. المهم، ايه تاني؟ والناس اللي اول مره يخشوا قناتي او يشوفوا قناتي، يا ريت يا حبايب قلبي تشتركوا في القناه وتشاهدوا جزء من الفيديو، لان الفيديو فيه حاجات تهمكم او حاجات انتم ممكن تستفيدوا بمعلومه، تستفيدوا ان احنا نكون بنديكوا طاقه، يعني بنشتغل شغل بيديكوا طاقه بيديكوا باور، ان انت لو كسلانه تقومي تتنشطي وتشتغلي. انا واحده من الناس لما بلاقي واحده قلبه شقتها ولا بشوف روتين ولا عماله تدقلج يمين وشمال ولا بتطلع على السقف، بقى على طول بقوم واقول لا انا لازم اعمل واسوي، بكلم بجد والله. واكتر وقت احب الشغل فيه اللي انا متضايقه فيه، احس ان انا عايزه امسك الدنيا دي كلها اقلب عليها واطيها. وعادي جدا طلعنا برضو بالبتاع مش اتكسرت، يعني هتسيبني لا برضو همسكها واشتغل بيها وهصبن برضو الازاز، لان الازاز لقيت عليه بصمات كده، العيال ملطعه على الازاز ايديها وملزق وعامل، قلت بقى لازم اصبنه، وكمان السلك اصبنه، وزي ما انتم شايفين كده. وهنشتغل وهنكب ميه وعادي جدا، هملي بقى ميه بالجردل، وفي جردل صغير كده بلاستيك صغير اللي هو اللعبه بتاع العيال دي اللي هي الخضرة اللي في ايدي دي، هاخد بالميه واكب. امال ايه؟ وانا فيش حاجه توقفنا ان شاء الله باذنك يا رب.
قولوا يا رب، تلاقوا كل البيبان اتفتحت. لما بنيجي نتكلم في موضوع يعني مثلا القناة دي أساسا كانت معمولة للأكل، لكن أنتوا عارفين الموضوع وقصة الأكل دي تجنبناها، لأن في ملايين القنوات وفي برضو ملايين القنوات للروتين، بس يعني إيه يعني ما علينا. المهم مش عايزين نخش في إيه، في موضوع غير الموضوع اللي إحنا عايزة أكلمكم فيه. لما بنيجي نتكلم في قصة أو في معلومة بيبقى الهدف منها إن أنتوا تاخدوا منها عبرة، تاخدوا منها عبرة. واحد تبقى قد بنتي مثلا تفهم، والقصة لما يعني مش لازم أنا أقول لكم أنا بديكم منها مثل يا جماعة، بديكم منها حاجة يعني تاخدوا بالكم وتفهموا اللي أنا بقوله، أو مش إن أنتم مش فاهمين، لأ يعني في ناس بنات مش عارفة، في ستات صغيرة متجوزين مش عارفين، في حاجات كتير، دنيتنا فيها حاجات كتير، مش كلنا بنبقى فاهمين، مش كلنا بنبقى عارفين، مش كلنا بتمر علينا نفس المشاكل اللي بتمر. انت بتمر عليكي حاجات وانا بتمر عليا حاجات، بس انا غيرك وانت غيري وده عادي تمام. اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده او القصه اللي معانا النهارده، واحده كانت انا قابلتها من فتره، من حوالي سنه، وبالصدفه كده قابلتها في المنطقه بتاعتنا وخدنا ودينا مع بعض وكده، وطلعت ان الست دي عندها اربع، ربنا كرمها بنت واربع شباب او خمس شباب، الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة الا بالله، كلهم مدمنين، كلهم مدمنين بلا استثناء، كلهم كده يعني. المهم طبعا كده الخرطوم بتاعنا ما عرفتش اركبه، واشتغلت ونظفت الدنيا ولميت المية، خدت بقى باسكت الايه القمامة، حلوة باسكت سلة المهملات الظريفة اللطيفة دي، وقلت يا بنت نصرة ايه امسكيها صبنيها ونظفيها، لانك انت بقالك كتير ايه مكمكمة كده مش حلوة، وسيبيها في الشمس تتهوى كده. وزي ما قلت لكم الروتين بتاعي اللي هو تنظيف المطبخ والارضية والجو ده كله. لما بنتكلم في موضوع يا جماعة ببقى عايزة يعني ايه تطلعوا لازم منه بمعلومة مفيدة، بحاجة مفيدة. طيب الست دي عرفت ان عيالها الاربعة او الخمسة، والله ما فاكرة، اربع شباب يا خمس شباب، وفي بنت اتجوزت الحمد لله ربنا كرمها فيها اتجوزت، والاربعة او الخمسة طلعوا الحمد لله شمال. فالمهم في ناس في الشغل او في ناس اعرفهم يعني احيانا ربنا بيكرم بيدوا حاجة تطلع لوجه الله، وطبعا انا بما اني يعني بعرف ناس كتير قوي على قدها، يعني ناس كتير جدا ظروفها تعبانة وبتاع، فما بجيبش حاجة من جيبي يعني، الحمد لله انتوا عارفين ست بسيطة على قد برض، فاللي بيديني حاجة بروح اللي عارفاه او اللي اعرف عنده مشكلة او ظروفه على قده، ربنا بيقدرني واروح ادي الحاجة دي اوصلها لصاحب النصيب. قوم يا حبايب قلبي، انا الست دي رحت لها مرة، وبعد كده انا خدت رقمها سجلتها عندي، سجلت الرقم عندي، وقلت يا بنتي يا نصرة ايه من وقت لتاني كل ما حد يديكي حاجة واخدين بالكم، مش لازم الحاجة تكون فلوس على فكرة، ممكن يكون اكل، ممكن يكون شوية هدوم، ممكن يكونوا كرسيين، ممكن يكونوا حبايب قلب، اي حاجة تنفع اي حد عادي، احنا كلنا كمجتمع او كمسلمين او كبشر بنكمل بعض، اللي ما ينفعش عندك انت ينفع عندي انا تمام. فكل موضوع بنتكلم فيه الهدف من القناة مش الهدف راغي وبندش وخلاص وسمك لبن تمر هندي وعدي يا ليلة وعدي مش عارفة ايه، لا 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 خالص. الهدف يا جماعة ان احنا بنقول معلومة من خلال القصة، احيانا ما بوضحش، ما بقولكوش يعني خدوا بالكو، يعني احيانا بنسى وانا بقول في الموضوع اللي انا بتكلم فيه، احيانا انا يعني ما بقولش، بس اكيد انتوا بسم الله ما شاء الله انا بتعلم منكم بستفيد منكم، ربنا يا رب يكرمكم ويجازيكم كل خير، وتنشطوا يا حلوين يا قطقيت يا بطاطيت يا فتافيت السكر مع نصرة، وتنشطوا كده. ونصرة ايه طبعا اخدت الاجهزة الحاجات اللي بنستعملها في المطبخ دي، مسكتها كده صبنتها بمية وخل وصابون، وطبعا كالعادة حطيت في حاجة كبيرة مية بخل والحاجة التانية مية بصابون، واشتغلت بقى ايه شغل عالي وقوام على السريع عشان ابتدي بقى اعمل الاكل اللي انا هعمله، تبقى الدنيا رايقه وظريفه ولطيفه، واحلى حاجه لما نوقف في المطبخ والدنيا تبقى رايقه بتبقى نفسيتنا حلوه،
وبنعرف بقى نتفنن بقى وايه ونجيب مواهب كده. تمام يا حلوين، تمام يا مقطقتين يا مبطبطين، اول يوم شغلي يا جماعه، كل ده يحصل لي في اول يوم شغل، والله الحمد لله يعني على اللي جيبه ربنا. وخدوا بالكم يا اولاد، انا لما بقرفس كده واقعد على ركبي عشان يا اولاد ما وطيش، وحد يقول لي انت بتوطي وعيب ومش عيب وانت ست كبيره وانت ست، ما انا عارفه ان انا كبيره، وانا يعني قلت لكم ان انا كتكوت، انا اصلا من اول ما عملت القناه قلت لكم على سني، في واحد زي كده يقول على سنه، اجينا قلت على سني. فطبعا عشان ما حدش بس ايه يحط في دماغه حاجه انا ورغم كده والله يا اخواتي ما متسابه، مش متسابه خالص، برضو ناس كده بتخش تكتب لي تعليقات ظريفه لطيفه شبههم كده. الحمد لله اللي جيبه ربنا، مادام احنا خير نيتنا خير وما بنعملش حاجه غلط ولا يهمنا اي حاجه، ولا كاني بسمع ولا كاني بشوف. المهم حبايب نصرة، المهم الست زي ما قلت لكم رحت مره حد اداني حاجه الوجه اللي رحت وديتها، لكن المكان ده مش هروحه تاني خلاص، وهعمل عليه بلوك. ايه اللي حصل؟ ان انا مره واتنين وتلاته اتصل بالست يرد عليا راجل يقول لي انا ابنها، اصل امي في مشوار، اصل امي راحت السوق، اصل امي راحت تجيب برقوق، اصل امي مش ايه. يا عم في ايه ست في ايه؟ هو انا يعني ما ينفعش؟ لدرجه ان انا كنت اصلا هي جنب مننا بس يعني ايه ناحيه السوق كده، ناحيه البقاله، ناحيه محلات البقاله والكلام ده. خدت بعضي ورحت اشتري طلبات وقلت يا بنت فوتي نفسك عليها كده، هي جنب منك. فرحت وندهت لقيت واحد طلع لي يعني ايه ابنها، وتعالي تعالي تعالي ايه يعني، هما شافيني بالشبه او هي حكي لهم عني الله اعلم. المهم تعالي، قلت اجي فين؟ لا ما جيش، لا ده امي، انا هرن عليها. ام وانا ماشيه في السوق قبل ما اروح البيت ده رنيت لقيت التليفون مغلق، يعني وانا ماشيه في السوق لما رنيت على التليفون على الرقم ده عشان ستي تنزل لي او يعني اودي لها الحاجه اللي الناس بعتاها، لقيت التليفون مغلق. فلما قلت ايه طب يا بنت جايز يكون فاصل الشحن بتاعه، عموما انت في السوق كده كده، انت في السوق كده كده ايه روحي واندهي. ندهت هي في ايه في اول بلكونه، مش الدور الارضي، الدور اللي فوق منه. ندهت لقيت واحد ايه طلع لي وقال لي اطلعي، اهلا يا حاجه اطلعي. اطلع انا يعني عارفه ان عيله كلهم بيشتغلوا او بيجيبوا فلوس من اي حته ويجيبوا الفلوس ويشربوا بيها ويشموا بيها ويتنيلوا بيها. فيعني المهم طبعا الحاجه اللي انا كنت هديها لها كانت في ايدي، ولكن طبعا انا ما رضيتش اديها لهم لاني اوديها للشخص اللي انا شفته ده اللي ندهلي، لان برضو هي بتقولك كلهم متدهولين، فانا هديها له يروح يجيب بها شم، ولا هيدي لام ولا هيدي لابوها، كانوا هم بيبلطجوا على اهاليه على الراجل الكبير والست الكبيره. فالمهم يا جماعه خدت بعضي ومشيت. تمام، قعدت اقول لنفسي يعني اني بنفسي، طب كنت اديتيله، طب كنت مش عارفه ايه، طب خلاص يا ستي يعني حاجه ايه حد بعتك وتطلعيها وخلاص. فضلت اتكلم مع نفسي، وبعدين في الاخر قلت لا هو في ايه. انا تلات مرات اتصل بيها، يعني مش تلات مرات في نفس اليوم، يعني على مراحل على اوقات متباعده، وهي كل شويه واحد فيهم يرد عليا، انا مش عارفه هو ولا واحد غير ولا بتاع. المهم اللي شككني وقلقني ان الواد بيقول لي انا هرن عليها. خدوا بالكم ان انا رنيت على الرقم، اللي قلقني ان انا رنيت على الرقم والرقم ده لقيته مقفول. تمام، هو بقى لما انا ندهت من تحت وطلع لي من شباك او من بلكونه ورد عليا وقال لي اطلعي انا هرن على امي. ايوه انا رنيت على امي وهي امي جايه في السكه. تمام، طب رنت عليه، خدت بعضي ورنيت انا تاني من غير هو، دخل هو بقى جوه وانا رنيت لقيته برضو الرقم مقفول. قلت الواد ده بيشتغلني، ايه القلق ده وايه القرف ده؟ قلت ايه والله لا امشي ولا هروح ولا اجي، وكبر دماغي وماليش دعوه بالموال ده، يعني في ناس كتير محتاجه في جوامع في اي حاجه، والموضوع مش حاجه كبيره يعني. انما يعني قلت طب ليه يعني، انت يا ست انت على قدك وبتقولي ناس بتساعدك وكده وبتاع، خلي حته التليفون اللي هو عامل زي اللقمه، تليفون يا جماعه اللي هو حاجه كده عامله زي اللعبه، انت حتى لو شلت حاجه زي دي مستعمله من اي سنترال
الحاجات دي بتتباع يعني، ممكن بمية جنيه بخمسين جنيه، حاجات لما لا شكل ولا منظر بس بتقول الو، وتخليها معاكي للي عايز يعني، ربنا بعت لك رزق ولا بعت لك اي حاجه يعرف يتواصل معاكي. انما انا كل ما اكلمك حد يرد عليا، ايوه يا حاجه، تعالي يا حاجه، اطلعي يا حاجه، انا اتصلت بامي، امي جايه في السكه، هو في ايه؟ هو فيلم وحوار؟ هو ايه القرف ده؟ ايه القرف بتاع الناس ده؟ يعني حاجه بجد ممله. انا مش عارفه يعني، يعني انا مش قصدي حاجه، مش بعيب في حد، بس يعني الناس يعني ايه قمه الجهل ده؟ يعني انت دلوقتي عايشه على باب الله، طب سيبي حته الحديده اللي يعني اللي هي اي كلام دي معاكي، خليها معاكي لاي طوارئ. انت عيالك بيعرفوا يتصرفوا، بيجيبوا فلوس من القرد ويروحوا يشموا بيها ويشربوا بيها ويهببوا بيها. المهم يا جماعه، جه بعد العيد بكذا يوم، لقيت الرقم ده بيرن عليا مره واتنين وتلاته واربعه وخمسه، ايه ده؟ رن 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 بالليل والظهر والعصر، هو في ايه؟ لا طبعا، ما يعني ما ينفعش. فروحت مكبره دماغي ورحت عامله عليه بلوك، وقلت بقى لا هروح ولا هاجي، انا مش ناقصه وجع قلب، انا اعرض نفسي ليه للكلام ده؟ بحكي لواحده صاحبتي بتقول لي يعني بمعناها، بتقول لي ايه؟ بتقول لي ايه يا موافقه يعني، ده يعني انت بتتكلمي عن الناس دي، دول ده تقريبا اللي انت بتتكلمي عليهم دول اصغر من بنتك في السن. قلت لها بقول لك ايه، بلا اصغر بلا اكبر، إيه هو المدمن او اللي شامم او اللي شارب بيعرف يشوف من الكبير ومن الصغير؟ قدري انا طلعت فوق وحتى ما فيش اي حاجه، وخدوا مني التليفون ولا ضربوني ولا سكعوني ولا عملوني، اعمل ايه؟ قلت لها لا، في حاجات ما بينفعش ان احنا يا جماعة، بصوا عشان تعرفوا اللي بيشرب او اللي بيبقى مدمن او اللي بيستعطوا الحاجات دي، دي جماعة دول مخهم مغيب، مخهم مغيب، بتكلم بجد والله. انتوا عارفين لو حد مجنون فاقد الاهلية ما تخافوش منه، بكلمكم بجد، لو حد مجنون فاقد الاهلية ما تخافوش منه، لكن لو حد مدمن لا تقلقوا وتخافوا منه، لان دول بيبقى يعني معرفش يعني مخهم ما بيفهموش، ما بيعرفوش. ده ممكن تلاقي واحد كده بيتكلم اي كلام، مش عارفه هو بيتكلم يقول ايه ولا بيتصرف ازاي ولا بيعمل ازاي، لان المخدرات يا جماعه بتموت خلايا في المخ، بيقولوا يقال يعني، انا سمعت حاجه زي كده، بيجي 70 يعني بالميات الخلايا اللي في المخ بتموت، الخلايا اللي في المخ بيدمر جهاز المخ، الادمان بيدمر جهاز المخ كده، يعني معنى كده ان ده هو مش واعي لاي حاجه. فانا ايه بقى اللي يعرضني لمشاكل وبتاع، والست مش موجوده فوق اطلع او ادي او اعمل؟ لا انا خلاص بقى كده باي باي، هي بقى ايه، مفيش عقل، انا مش هتحمل يعني، انا مش هتحمل اخطاء غيري او هشيل هم غيري، انا الناس اللي بتقول لي اعملي يعني ده الوجه الله وبتاع، ماشي ده الوجه الله، بس المفروض الناس يعني، الناس اللي بتخاف على حياتها او بتخاف على نفسها ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمها او يرزقها، لازم تحافظ على يعني، يبقى في حاجه لازم تحترمي الناس اللي بتتواصل معاكي، هو ده الصح، لازم تحترمي الناس اللي بتتواصل معاكي. وده كان الموضوع او الحاجات اللي بتقابلني، فحبيت اقول لكم عليها، بحس ان انتوا لو قابلكم حاجه زي دي في يوم من الايام تبقوا فاهمين انتوا بتتعاملوا مع مين. واشوفكوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.